مطار صنعاء الاستراتيجي تحت قصف الطيران السعودي. المطار لم يكن الهدف الوحيد، بل شمل القصف السعودي أهدافاً في العاصمة صنعاء أيضاً ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة الحوثيين. السعودية وصفت هجماتها بالهجمات الناجحة، ولم تستبعد السعودية تدخل البرية في اليمن. حالياً ليس في المراحل الحالية أي تخطيط لعمليات قوات برية، ولكن لو استدعى الأمر فالقوات البرية السعودية جاهزة وقوات الدول الصديقة. مؤشرات تدل فيما يبدو على أن السعودية عازمة على مساعدة الحكومة اليمنية المخلوعة للعودة إلى سدة الحكم برئاسة عبد رب منصور الذي فر لاجئا إلى الرياض. تحركات أثارت غضب الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ويعتبرون أنفسهم ممثلين للأقلية الشيعية في البلاد، وهم عازمون على إحباط ذلك. إيران التي تدعم الحوثيين سياسياً وربما عسكرياً أيضاً أدانت الهجمات على لسان وزير خارجيتها. نحن نعتقد أن الهجمات ستجلب المزيد من الخسائر في الأرواح، ولهذا يجب أن تتوقف، ويجب تشجيع المصالحة بدلاً من ذلك حتى لا يزيد ذلك من صعوبة توحد اليمنيين. مصالحة يبدو أن الجانبين بعيدان عنها حالياً، وهو ما يهدد بتمزيق هذا البلد الفقير.